السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة ابداعات ايه. النهاردة هنعمل مع بعضين فكرة سهلة جدا بورقة فوم. ورقة الفوم العادية اللي احنا بنشتريها من المكتبة، طبعا هي مش غالية، هي رخيصة جدا. هبدأ كده ان انا باخدها اهي، دي تكون ورقة الفوم، هاخدها كده وهبدأ ان انا اثنيها كده، يعني باخد كده اهي، باخدها كده وبتنيها كده، بس طبعا يكونوا متساوية جدا اهي. طبعا ان انا هثبتها من هنا ومن هنا بالشمع، وكمان هعملها البوك. اول حاجة طبعا هحط كده، بعد طبعا ما احدد كده هاخد كده الشمع وهبدأ كده ان انا بحطها عليها كده، وطبعا ما بكترش عشان الشمع مايل احس من بره اهي. اهي طبعا ثبتت اول جزئيه، مفيش اي حاجه باينه خالص. هبدأ بردك بنفس الطريقة، اهي كده اهي. بقيت معايا كده بالطريقة ديت، طبعا احنا نقدر نحط فيها اي حاجة احنا حابينها. ايه طبعا لان انا هعملها كده، فانا هجيب اي حاجة كده تكون مدورة، وهجيب بقى اي غطاء مدور هاخدها كده واخد. طبعا لو انتوا حابين تسيبوها كده ما تقدروا تسيبوها، لكن انا حبيت اعملها بالطريقة دي. هاخدها كده وهحدد عليها كده اهوت عشان اقص الجزء ده، هقصها كده اهي، وهعمل التانية شبهها بالظبط. اهي تقدروا بقى ان انتوا تتنوها كده كأنها محفظة. هجيب بقى السكوتش، وطبعا السكوتش طبعا تقدروا تجيبوه من اي محل اهوت. هثبت واحده فوق وواحده تحت كده، وبقت كده هي تكون طبعا معانا بالطريقه ديت. ببدا كده بقى ان انا بجيب السكوتش ده، سكوتش عادي اهي، وهبدا كده ان انا بثبت الجزء اللي هو الخشن دوت تحت واللي هي ديت فوق. اهي بثبتها بالطريقة دي كده اهي. وطبعا بقى بكني مثبتة ايدي عليها، وبجيب بقى اي حاجة كده للزينة تقدروا تزينوا بيها. انا حبيت طبعا اجيب زينة ديت اللي قدامكم دي وهثبتها كده في النص هنا، ودي كانت الشكل النهائي معانا اهوت. كده بقى معانا الشكل النهائي اهو يا جماعه. بوك السواري جميل جدا، تقدروا تعملوا بيه الالوان اللي انتوا حابينها، كمان تقدروا تعلقوا له من هنا زي السلسله وتعملوا شنطه حلوه قوي. تقدروا تعملوا تروحوا المناسبات، بيتفتح معانا بسهوله ويتقفل بسهوله. وكان دوت الشكل النهائي.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، واستنونا في الفيديو القادم.